لنصلي معا. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. صباح الخير أحبائي. تعلمنا في دروس سابقة أن الله خلق كل شيء في الأرض، وقلنا أنه في البدء خلق السماء والأرض، وفي اليوم الأول النور، الثاني المياه والغيوم، الثالث الأشجار والأزهار، الرابع الشمس والقمر، والخامس الحيوانات التي تعيش في السماء والماء، اليوم السادس الحيوانات التي تعيش على الأرض والملائكة والإنسان، واليوم السابع استراح. أحسنتم، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ لنكمل القصة. عاش آدم وحواء في بستانهما الجميل جنة عدن، وكان يتكلمان مع الله كما لم يكلم أي إنسان صديقه، ويفعلان كل ما يطلبه الله منهما، ولم يعرفا ما هو الشر أبداً. لكن كان على آدم وحواء أن يدركا أن عليهما طاعة الله دائماً، وقال الله لآدم وحواء: يمكنكما أن تأكلا من ثمر جميع أشجار الجنة ما عدا شجرة واحدة، إذا أكلتما من ثمر هذه الشجرة فسوف تموتان. وكان هناك بين الحيوانات أفعى أو حية، الشيطان، وهو روح شريرة يحاول دائماً أن يجعلنا نخطئ. ذهب الشيطان إلى داخل هذه الأفعى ليجعل المرأة تخطئ. قالت الأفعى لحواء: سوف لن تموتا إذا أكلتما من الشجرة، بل الله يعرف بأنكما إذا أكلتما من هذه الثمرة فسوف تصبحان حكيمين جدا، وسوف تعرفان ما هو الخير وما هو الشر. استمعت حواء للأفعى ثم نظرت إلى الثمرة وفكرت بمذاقها اللذيذ، وتساءلت فيما إذا كانت ستجعلها حكيمة فعلا. تجاهلت حواء وصية الله وأخذت ثمرة وأكلتها، ثم أعطت آدم ليأكل فأكل هو أيضا. في ذلك المساء عندما سمع آدم وحواء صوت الله، لم يأتيا إليه كما كان يفعلان في السابق، بل حاولا الاختباء لأنهما كانا خائفين. سأل الله آدم وحواء عن سبب خوفهما، فقالا له: لأننا لا نرتدي الملابس. قال لهما الله: من أخبركم بذلك؟ أم هل أكلتم من الشجرة التي قلت لا تأكلوا منها؟ حزن الله من آدم وحواء وسألهما: من أقنعكم؟ قالت حواء: الأفعى فعلت. فعاقب الله الأفعى وطرد آدم وحواء من الجنة، جنة عدن، ووضع الله ملائكة وسيفا ملتهبا على مدخل الجنة. وهذه هي الخطيئة الأولى، وتدعى الخطيئة الأصلية. هل نحن أيضا نخطئ؟ نعم، نحن أيضا نخطئ، لأن الله يعلمنا طاعة الوالدين ونحن نخالفهم في كثير من الأوقات، هذه خطيئة. ولأن الله يعلمنا أن نحب جميع الناس ولكن نحن نميز بينهم، فهذه خطيئة. لأن الله يطلب منا أن نصلي أيام الآحاد والأعياد ونحن كثيرا ما لا نصلي، وهذه خطيئة. لأننا نتشاجر مع إخوتنا ولا ندرس دروسنا في بعض الأحيان، هذه خطيئة. ولكن الله يحبنا جدا، لذا يطلب منا أن نرجع عن خطيئتنا، وهو يسامحنا دائما. أين كان يعيش آدم وحواء؟ في جنة عدن. من أقنع حواء أن تأكل من الشجرة؟ الأفعى أقنعتها. هل عمل آدم وحواء الخطيئة؟ نعم، فعلوا خطيئة. ماذا نسمي خطيئة آدم وحواء؟ الخطيئة الأصلية. من يخلصنا من الخطيئة الأصلية ومن جميع خطايانا؟ يسوع المسيح هو من يخلصنا.